تواصلت يوم الجمعة منافسات نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، حيث حقق المنتخب العراقي فوزا مثيرا على اليابان بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما على استاد المدينة التعليمية. وسجل أيمن حسين هدفي العراق في الشوط الأول من اللقاء ليحافظ بطل النسخة العام 2007 على الصدارة ويضمن تأهله إلى الدور ثم النهائي. وضمنت إيران مقعداً لها في الدور ثم النهائي بعد أن سجل مهدي قائدي هدف الفوز الوحيد في شباك هونغ كونغ الصينية، وذلك في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد خليفة الدولي، حيث تربع حامل اللقب في ثلاث مناسبات على صدارة المجموعة الثالثة. وعلى استاد عبد الله بن خليفة أحيت إندونيسيا أمالها بالتأهل بعد فوزها على فيتنام بهدف دون مقابل، وجاء هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء سددها بنجاح القائد أسناوي مانجوك ولام. ويشهد يوم السبت إقامة مباراتين ضمن المجموعة الخامسة، حيث يواجه المنتخب الأردني نظيره الكوري في تمام الساعة 2:30 ظهرا على استاد الثمامة، في حين تلعب البحرين مع ماليزيا عند الساعة 5:30 مساء على استاد جاسم بن حمد. كن مطلعا على آخر النتائج والأخبار الخاصة بكأس آسيا عبر المنصات الرقمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وحمل تطبيق AFC Live على هاتفك المحمول.